محمد صبحي كان عنده مشكله مع تامر النحاس واتحلت، عشان كده بدا يلعب مره تانية. حسني عبد ربه يا ولد يا لعيب، يا ولد يا ولد يا ولد، حسني عبد ربه في الزاويه البعيده على شمال الشناوي، حطها حلوه قوي 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 بجوار القائم الشمال للشناوي، اتعملت. يا سلام يا حسني عبد ربه، لعيب كبير يا ابني، لعيب نجم كبير، مفيش كلام طبعا مع النادي الاسماعيلي، وجهد كبير من الكابتن سعفان الصغير احد الحراس المميزين. ادي الحقيقه هنا الشناوي لو كان مكمل فيها كوفي مشاك كان ممكن تسبب مشكله للنادي المصري اماميه. يا سلام بخبره كده حسني عبد ربه، يعدي تروح ناحيه شمال محمود حمد، العرضيه العرضيه العرضيه، هايل هايل الشناوي، هايل الشناوي في توقيت مناسب بيطلع الوحش ببطن رجليه، بيفتح الملعب لشوقي السعيد. شوقي بينيه، لو خفيفه شويه كانت ممكن تبقى في رقم 19. بقول لكم محمد شعراوي يطلع ايهاب المصري، تغيير تاني للنادي المصري، هيعمل تغيير ولا ايه؟ ادي رقم 34 شكري نجيب، شكري نجيب احد اللعيبه الصغيرين كده من ناشئي نادي الاسماعيلي، هنشوف على حساب مين. كوفي مشاك بقول لكم مش في حالته، رغم ان احرز هدف لكن هو اقل الحكيم. ادي ثالث تغييرات الكابتن انور سلامه، عمل الثلاث تغييرات على حساب احمد داوده اللي بدا يفوق في الشوط الثاني، يعني بدا دلوقتي فاق شويه بيده بوش رجليه الخارجي البينيه، حلوه قوي الثلاثيه، ممكن 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 الراجل يدخل بيها كمان، وعرضيه حلوه بتمر تروح الناحيه الثانيه، استلام وحش من شكري، مش ممكن. شكري نجيب ومحمود حمد، عمر ما تجيبش يا عمر في نص الملعب مره ثانيه، محمود حمد من لمسه واحده، 1 2 فيها خطوره، فيها خطوره، تسديده وطي وش رجلك لتحت النادي الاسماعيلي، تسديده على وش رجليه لفوق، لو تحت شويه كانت خلال اللقاء. البينيه انفراد، جون انطوي يا راجل يا راجل، مش ممكن مش ممكن يا جون انطوي يا راجل، ريح فرقتك، بيعمل ايه مش عارف، اتعملت له هايله هايله من محمود حمد. حسام حسن ناحيه الشمال هيندم نادي الاسماعيلي على الفرص اللي ضايعه، ادي هنا جوه ال 18 عايزين ضرب جزاء لكن ما فيهاش حاجه، ما فيهاش اي حاجه، برافو محمود، حلو قوي محمود، والله ايمانويل عرضيه وفيها خطوره، ما حدش مكمل ما حدش مكمل، الكره بتطلع ضربه مرمى، افتح الملعب ناحيه الشمال، صالح موسى، عدى صالح يدخل في قلب ال 18، تسديده حلوه لكن بعيد على المرمى، ضربه مرمى لمصلحه النادي المصري، مباراة بقى فيها كرات سريعة، فيها تسديد، يفرق كتير جدا النهاردة الجمهور، لو جمهور نادي المصري النهاردة أو نادي الإسماعيلي موجود في الملعب كانت المباراة كانت هتبقى أفضل من كده. محمود حمد لشكري مرة تانية لوحده، ماهوش حد الراجل، بينية جون انطوي، ممكن بقى هدف تاني، هدف تاني، هدف تاني، ويزود أهدافه في المجموعة الأولى. أدي البنية، البينية أول ما طلعت الكرة انفراد، ده جون انطوي بيحرز هدفه الثاني، يتقدم، بقول لكم في مساحات في خط ظهر النادي المصري، مرتين ثلاثه بيروح جون انطوي، خلاص بقى الثالثه ثابته وبيجيب جول جون انطوي عشان يتقدم نادي الاسماعيلي بهدفين، لغايه دلوقتي نفس نتيجه المباراه الاولانيه اماميه. يا سلام على صالح موسى، عامل تغطيه العكسيه العش، وصالح موسى وعبد الحميد سامي الاربعه عاملين مباراه كبيره جدا النهارده، ومعاهم عمر الوحش في نص، عدى من واحد، يفتح الملعب ناحيه الشمال. محمود عبد الحكيم، طلع له محمود شاكر عبد الفتاح، ممكن شاكر يعمل عرضيه، ممكن عرضيه على القائم البعيد، مين مكمل؟ لكن تطلع ضربه مرمى لمصلحه نادي الاسماعيلي، كان طالع شعراوي مع صالح موسى. اسبوع ال 16 النادي الاهلي فاز على المقصه 4-1، المنيا وتليفونات بني سويف 0-0، وادي جون انطوي. بينيه وادي الانفراد، في ايه ده احمد ساهر، تسلل بين اهي قدامنا، ممكن بقى كان محمود شاكر هو اللي مغطي، ما تبانش من الزاويه ديت على محمود عبد الحكيم. ايمانويل بيخرج بره ال 18، اي حاجه بقول لكم مش مفيد مع النادي المصري لغايه دلوقتي، ما حسيناش بيه جوه ال 18، الراجل بيلعب كتير قوي بره ال 18.
ادي مره تانية بقول لكم، ادي العاده حاططها ايه، طلقه صاروخ بجوار القائم اليمين لمحمد صبحي. ادي 4 دقايق وقت محتسب بدل ضائع. وفي هذه اللحظات يطلق حكمنا الدولي محمود البنا صافر